هل تتوقع تأثير لقاء السيسي مع الشبكة الأمريكية على ملف حقوق الإنسان في مصر؟ مساء الخير. بالتأكيد ما تم من هذا اللقاء والذي طرح فيه يعيد الكرة للقضية الحقوقية المصرية بشكل عالمي. عالمي؟ نعم بالتأكيد. ما ذكر في الثلاث محاور أثناء الحديث لدى المجتمع المصري المحلي المعارض والمؤيد تأكيدات من عدة أطراف على هذه القضايا، سواء المتعلقة بالحقوقية، اعتصام رابعة العدوية، ما يتعلق بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، كل هذه الأمور لديها الشواهد المحلية. لكن أصبحنا أمام أداة عالمية تتحدث عن انتهاك واضح أو بداية لطرح أسئلة تتعلق بقضايا ضد الإنسانية وجرائم ضد الإنسانية لعبد الفتاح السيسي شخصيا، والإجابات التي كانت فيها مزعزع التجاوب معها، وكان اطروحاته فقط للرد. يعني فكرة التعامل مع هذه الأسئلة كان للرد، هو ظنا منه أن هذا اللقاء هو لتلميع صورة النظام وتلميع صورة عبد الفتاح السيسي كما خارجي. حدث مع باقي الرؤساء في نفس البرنامج على فترات مختلفة. هو ظن هذا واتجه بكل أريحية إلى الحديث لهذا اللقاء، لكن حوصر بهذه المحاور التي لم يكن مستعدا لها، وأجاب إجابات غير الإجابات الرسمية التي طرحت خلال السنوات السابقة، وبالتالي بدأ العالم يتحدث أن هناك بارقة أمل للحديث مرة أخرى خصوصا عن ملف رابعة العدوية، وأنه قتل جماعي وأنه قتل ممنهج وأنه إحدى جرائم ضد الإنسانية التي قد تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية حتى ولو لم تكن مصر عضو فيها، لو حركت من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية واستشعر أن الجرائم التي تمت هي من اختصاصه واختصاص اتفاقية روما والمحكمة الجنائية الدولية.